بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. رجعنا مره تانية نكمل الحلقه السابقه احنا قدمنا في عجاله كده، احنا بنسميها مربى مجربات زمان بمكوناتها اللي بالعسل والحلبه والمكونات بتاعتها، اللي طبعا اللي ما شافش ممكن يرجع، لان مهم جدا انك ترجع للحلقه السابقه عشان الاثنين بيكملوا بعض. الحلقه السابقه الاستخدام الداخلي، اما الحلقه بتاعت النهارده هي الاستعمال الظاهري اللي هي تكملة المجربة. لأن مجربة النهاردة يا جماعة احنا بنتكلم عن تضخيم او تكبير، او انا اوصل لحجم معين في جزء معين من جسمي بالطريقة السليمة. الطريقة السليمة لازم تحتوي، يفضل يعني هي علميا يبقى فيه شيء داخلي تغذية او مكمل غذائي داخلي يعني باكله، وظاهري ممكن والداخلي ممكن اكل او شراب، والظاهري ممكن دهان مساج كلام من ده. النهارده هنتكلم يعني هنقول ازاي نعمل الظاهري. طب ليه يعني الظاهري؟ طب حد هيجي يقول لي انا عاوز اضخم منطقه مثلا في دراعي هنا، ماشي، عاوز اضخم منطقه الصدر، ماشي، منطقه الارض، ماشي. انت بس اهم حاجه استعمال الدهان. انا اخدت المكمل الغذائي، يبقى الظاهري اللي بيحدد المنطقه المستهدفه بناء على استعمال ايه؟ الظاهري. والظاهري بيتكون يا جماعه من كم عنصر، يعني كلهم عناصر ايضا بسيطه، مفيش حاجه غاليه. ونركز مع بعض شويه عشان الحلقه ما تطولش مننا ونرجع نشتكي نقول خلصنا الباقه والكلام ده. اول عنصر اللي هو عظام الصبيط او الحبار، ودوت يعني او زبد البحر، اللي متوفر عنده زبد البحر بيستعمله، واللي مش متوفر هو حاليا قليل شويه. اللي بنستعمل ايه؟ اللي هو عظام الحبار، واتكلمنا قبل كده عنها في حلقات. المكونات تكاد تكون مطابقه ما بين عظام الحبار وما بين زبد البحر بنسبه كبيره جدا، واحنا ده متوفر عندنا بسهوله ورخيص. يعني الكيلو بتاعه كيلو من ده في مصر من 60 جنيه ل 70 جنيه. انا لما اجيب نص كيلو يغرق لي الدنيا كلها ب 35 جنيه، او ربع كيلو ب 15 جنيه، مبلغ مش حاجه جنب الكريمات اللي احنا ممكن نحتاجها. وهو مفيد جدا في العمليه بتاعت الايه؟ الموضعيه بالنسبه لتضخيم او تكبير اجزاء من الجسم. يبقى ده المكون الاول. تاني مكون بتاعنا هنقول اف، ونقول مناخيرنا والريحه والكلام ده. يا جماعه الكلام ده مع الناس اللي مش فاهمين، الناس بتوع بنسموه عندنا في مصر الهبيده اللي هو ايه؟ يقول الحلبه بتضخم، ادهي الحلبه، كل حلبه، بيهبد من غير ما يعرف يوجه الشيء صح. تاني عنصر بتاعنا اللي هو بذور الحلبه. بذور الحلبة طبعا احنا اتكلمنا عنها في الحلقة السابقة، هنا هنستخدمها ايضا، ده الجزء الثاني. الجزء الثالث او المكون الثالث من مجربة النهاردة هو القرفة، القرفة الخشب، اللي هي احنا بنجيب دي ارقى او افضل نوع فيها، بنقول بتسمى عندنا اسمها ايه؟ سيجار يعني ايه؟ اكمن هي لفتها شكل السيجار، ربنا يعافينا يعني. فدي ثالث عنصر. طيب نبقى مع بعض كده بالترتيب. انا هنا قلت لكم قرفه، قلت لكم حلبه، بكل اسف وانا بعتذر يعني مش هقول الاسم المنتج، واسم منتج موجود كتير، انا جبته علشان يعني اقول عليه ان يبقى زيت حلبه بدل ما نستعمل حلبه. صعقت لما فتحت العبوه لقيتها الزيت اللي هو مستخدم فيها من ارض انواع الزيوت، فاحنا هنا هنعمل احنا حاجتنا بنفسنا. فانا قررت ان انا اقول لكم ازاي هنعمل الاتي. هنعمل في المجربه بتاعتنا في داخلها نفسه، هنطلع بدل ما انا اقول زيت قرفه واقول زيت حلبه، احنا بنفس الطريقه هنعمل المنتجين في امر واحد. يعني بنقول بقى ايه؟ اتنين في واحد. يعني ايه؟ يعني انا هعمل المنتج ده اكن انا عملت زيت حلبه وزيت القرف. طيب هنا انا قلت دول، هضع المقادير بقى يا جماعه، نركز مع بعض علشان انا بتوه والله على فكره عجزت بقى، والزهايمر من ربنا يفك الشر. المقادير بتاعتنا 100 جرام من عظام الحبار تكون مطحونه بودر، ولما اطحنها انعمها كويس جدا. وعلى فكره يا جماعه هو سهل جدا، كل اللي انا بقوله ده سهل جدا ان احنا نطحنه في البيت. يعني ده المفروض دي حته مكسور منها كده بقيتها، يعني انا لما امسكها كده، اما امسكها حتى يعني
ضغطت عليها شويه هتتكسر وبتتفتت، فسهل ان انا اطحنها في البيت اللي هي عظام الحبار. بس قبل ما احطها في المطحنه بتاعتي باجي بالسكينه اقطعها بالراحه وحرص على ايديا، اقطعها مكعبات صغيره كده وابدا استعملها في المطحنه بتاعه البيت، اخليها بودر بودر. يعني انا يعني خايف امسكه لان انا منعمه جدا، فلو مسكته بيعمل ايه؟ بيطير كده، بيتطير مع الهواء. تمام، يبقى 100 جرام من عظام الحبار، بعد كده 100 جرام من الحلبه البذور الحلبه المطحونه بودر ايضا. يعني نعم على قدر ما يمكننا، عاوز التجربه تنجح معاك نعم، علشان ما تشتكيش من اللي هيحصل بعد كده. اللي هو هيحصل ايه؟ ان انا لو سبت اي حاجه من دي خشنه هتقابلني مشكله في الاستعمال. تاني عنصر اللي هو القرفه، ايضا بطحنها ناعمه بخليها بودر. يبقى 100 جرام من الحبار، 100 جرام من مطحون بذور الحلبه، 50 جرام من القرفه. طب ليه انت ما ندخل احنا القرفه عشان نفهم الناس اللي مش فاهمه؟ ما اقصدش انتم، انا بتكلم عن الناس اللي بتدعي المعرفه وبتدخل تتكلم وبتكلموا بدون علم، واصل انا اعرف واصل انا افهم واصل الخميره بتطلع دود وزيت الخروع بيطلع. يا جماعه افهموا، التركيب تغيير. انا ليه اضفنا القرفه؟ عشان اعوض زيت القرفه. طب ايه فايده زيت القرفه في الموضوع؟ اول فايده يا جماعه انه منشط للدوره الدمويه، فالمنطقه اللي بتنشط فيها الدوره الدمويه بيتم فيها نشاط كامل للتغذيه بتاعتها وتنشيط للخلايا، فالخلايا مع وجود الداخلي مع الخارجي مع العنصر اللي موجود ده بيحصل لها في تمدد وتضخم في المنطقه، فبيبدا المكان الجزء ده ياخد شكل اللي انا عاوزه. مع التركيز كمان ما ننساش الرياضه، يعني لازم يبقى في رياضه بركز على المنطقه المراد تضخيمها، ان يبقى لها تمارين رياضيه دي موجوده، او نشوف اي موقع من المواقع الرياضيه ازاي نقول عليها، لان انا مش هقدر اقول التمارين الرياضيه للصدر كذا وللاذرع كذا، ده مش مجالي. انا مجالي بدي لك اعشاب، وانا مش مجالي اديك تشخيص. انا ما تجيش حد يقول لي هبعت لك صوره وقول لي المرض اللي عندي ايه، انا مش دكتور، انا عشاب. انا بقول لك الموضوع الفلاني تستخدم له الاعشاب الفلانيه، مع المحاذير ان احنا نكون على حرص من الاعشاب. يا جماعه الحلقه الجايه انا هوضح بعض المشاكل من استعمال او الاستعمال المخطئ او الجاير للاعشاب. بعد ما عملنا المكونات بتاعتنا ديت هاجي على زيت دوار الشمس. طيب انا بحط المقادير دي في النسب دي كلها في اناء كبير وبضيف الزيت عليه لحين ما احس ان هو القوام بتاعه، ان انا ممكن لو حطيته على اي جزء في الجسم ما يكونش ضعيف قوي، يعني لا كتر الزيت ولا قل. احنا بنضع ونقلب 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 ونوصل لمستوى معين. بعد ما اوصل للقوام اللي انا يعني هعرف استعمله او اللي احنا نعرف نستعمله، خلاص ما بضيفش الكميه. وفي الغالب ديت هتاخد لها حوالي يعني يمكن ما يقارب من 400 جرام او كوبين، يعني كوب وكوب، ممكن كوبين او حاجه زي كده. بعد ما اضيف ده كله واقلبه تقليب جيد، بحفظ الاناء ان كان ممكن يكون في برطمان او برطمان مغلق جيدا، وبتركه فتره لا تقل عن 3 ايام مع التقليب المستمر. ويا ريت نخليه في المطبخ علشان يبقى فيه نسبه حراره بالنسبه له، واحنا في شهر الصيف فهنا يبدا يمتزج المكونات بتاعته. طيب النهارده انا عملت مجربة كاملة، وفي نفس الوقت عملت الزيتين، عملت زيت الحلبة وزيت القرفة، وابدأ هنا بعد ما ينتهي الموضوع بشوف قوامها واشوف لو لقيت فيها حبيبات، عشان بعض الناس في الموقف ديت بيتعرض انه ما يطحناش كويس، بشوف اي شاشة ما تكونش ضيقة قوي يعني تكون وسط، وابدأ اصفي الخليط بتاعي في اناء اخر، اشيل الرواسب. خاصة يا جماعة واحنا قبل ما نطحن الحبار اللي هي عظام الحبار دي، في حروف بلاستيك، شبه البلاستيك زي البلاستيك كده، دي صعب بطحناه، فممكن تبقى عاملة اجزاء رفيعة كده ممكن تشك الانسان في المنطقة اللي هو ايه هيستعمل فيها. فاحنا بنحاول ننزع الاجزاء الرفيعة اللي على الحواف ديت، ننزعها، بتخلع معايا ايه بتتنازع كده عشان ما تسيبش معاها. طب ما في حاجه اتسربت مني او وصلت، يبقى انا بصفي الخليط بتاعي. بعد ما اصفيه بنبدا عمليه الاستعمال. يبقى انا هبدا البرنامج متكامل. الحلقه السابقه اللي هي المربى اللي هي ملعقه يوميا بنفس النظام، ونرجع للحلقه عشان نعرف مع الاستعمال الدهان الخارجي. الدهان الخارجي يا جماعه هو نظامه طريقه الاستعمال كالاتي. خلاص عملناه طريقه الاستعمال بقى يوم بعد يوم، يعني
النهارده عملت بكره ما عملتش، ده من ايه؟ من الدهان. اما المربى يوميا، اللي هي المربى المكمل الغذائي يوميا باكل. القرفه هتضيع ريحه الحلبه للي بيقلقوا منها، يعني ريحه القرفه ما شاء الله مش هتحسسنا بوجود ريحه الحلبه. الموضوع ده المفروض انا بستعمله يوم بعد يوم وبدهنه يا ريت قبل النوم، لان ممكن يعني المفروض ان انا يفضل على المنطقه المستهدفه فتره ما تقلش عن 5 ساعات، يعني من 4 إلى 5 ساعات حسب المستوى او الكميه اللي انت عاوز اللي احنا عاوزين نحققها. طيب انا لو عملتها وقعدت عادي هزهق، لكن لو عملتها قبل النوم وبلبس لبس مناسب بحيث ان هو يحافظ على الدهان اللي انا حطه، يحافظ عليه مكون موجود على البشره لا يمتص ولا يستهلك باي شكل، بحيث ان يفضل اطول فتره ممكنه. انت حسب ظروف كل انسان هو بيحدد هيعمل ايه، وتفضل من 4 إلى 5 ساعات. بعد كده انا بغتسل عادي او بعمل الشاور بتاعي. هنقول حد يقول المده قد ايه؟ المدة لحين ما توصل اللي انت عاوزه. طبعا انا قلت كده طريقة الاستعمال، ولازم الاثنين السابقة الحلقة السابقة اللي ديت مع الدهان مع الرياضة مع العزيمة ان شاء الله بنحقق المطلوب. واتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولا لقاء في حلقة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.